بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 149. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بعدما تحدث المؤلف رحمه الله عن زيادة المبتدعة فيما كان له أصل من ألوان التطوع، قال هنا: وعليك أن تعلم أنه إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين وجوز التطوع في جماعة، لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة راتبة غير مشروعة، ففرق بين البابين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ رحمه الله إنه إذا شرع التطوع المطلق كصلاة الليل مثلا، صلاة الضحى، صلاة الوضوء، إذا شرع التطوع المطلق أو المقيد، فإن فعله جماعة مصادفة بعض الأحيان لا بأس به. ولذلك لما زار النبي صلى الله عليه وسلم عتبان بن مالك وأراد أن يصلي في بيته، صلى بأصحابه، صلوا خلفه في بيت عتبان. وكذلك لما زار أم سليم وابنها أنس رضي الله عنهما، صلى خلفه أنس واليتيم وأم سليم خلفهم في بيت أم سليم. فكونه يفعل أحيانا جماعة، النفل يفعل أحيانا جماعة، لا بأس بذلك. أما أن يرتب دائما صلاة جماعة في التطوع، صلاة الليل تطوع في غير رمضان، فهذا بدعة. ترتيب والمداومة بدعة على ذلك بدعة. فهناك ما يشرع في الجملة ولا يشرع في التفصيل والمداومة. نعم. قال: إذا استحب التطوع المطلق في وقت معين وجوز التطوع في جماعة، لم يلزم من ذلك تسويغ جماعة الراتبة غير مشروعة. هذا هو. إذا جوزت الجماعة في التطوع المطلق أحيانا، لم يلزم من هذا تجويزه جماعة بصفة راتبة ودائمة. قال: وذلك أن الاجتماع لصلاة التطوع أو استماع القرآن أو ذكر الله ونحو ذلك إذا كان يفعل أحيانا فهذا حسن، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى التطوع في جماعة أحيانا. وخرج على أصحابه وفيهم من يقرأ وهم يستمعون، فجلس معهم يستمع. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا يقرأ وهم يستمعون. نعم، كذلك مجالس الذكر، التي هي تسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن، إذا فعل هذا جماعة في بعض المرات فلا بأس بذلك. أما أن يرتب وقال هذه مجالس الذكر كما عند الصوفية ترتب ويداوم عليها ويسمونها مجالس الذكر، فهذا بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم وجد أصحابه مجتمعين يستمعون لتلاوة القرآن فجلس معهم، لكنه لم يشرع أنهم دائما كل يوم يجتمعون ويستمعون تلاوة القرآن، وإنما تشرع تلاوة القرآن للأفراد على أي حال كانوا، لا ترتيب اجتماع أو مجالس خاصة. نعم. أما مجالس العلم
تلقي الدروس، فهذه ضرورة أنهم يجتمعون في كل الأيام ويتدارسون العلم. نعم، لأخذ العلم. لأخذ العلم، نعم. وقد ورد في القوم الذين يجلسون يتدارسون كتاب الله ويتلونه، وفي القوم الذين يذكرون الله، ورد من الآثار ما هو معروف، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أخرجه مسلم. نعم، هناك مجالس للذكر، مجالس للذكر تنعقد صدفة من غير ترتيب فلا بأس بذلك، أما مجالس يرتب لها للذكر والتسبيح والتهليل وغير ذلك من أنواع الذكر ويرتب لها جماع فهذا بدعة. نعم. وورد أيضا في الملائكة، ولا يلزم من كونه يسوغ أحيانا للاجتماع لذكر الله ولتلاوة القرآن، لا يلزم من ذلك تسويغ عقد المجالس الدائمة والمرتبة ويسمونها مجالس الذكر. نعم. فإذا اتفقا وجلسوا مجلس ذكر ثم بالختم قالوا بعضهم ندعو، ولا قالوا للشيخ المحدث ادعو لنا، أو دعا دعاء جماعي وختم بالدعاء، هذا يجاز إذا كان هذا من غير ترتيب ومداومة لا بأس، أحيانا يفعل أحيانا يترك. أي نعم. قال رحمه الله: ورد أيضا في الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. الحديث خرجه البخاري. نعم، وهذا يحتمل أن مجالس الذكر التي تنعقد بعض الأحيان أو بالمصادفات، ويحتمل أنها مجالس الذكر المرتبة وهي الدروس العلمية والتفقه في دين الله، يشمل هذا وهذا. نعم. فأما اتخاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة، فإن ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس والجمعة وللعيدين وللحج، وذلك هو المبتدع المحدث. وهذا هو ما عليه الصوفية في اجتماعاتهم للذكر، أنهم يرتبونها ويوقتونها ويحددون لها أعدادا وصفات ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. ففرق بين ما يتخذ سنة وعادة، فإن ذلك يضاهي المشروع، وهذا الفرق هو المنصوص عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمهم الله. فرق بين ما يجري بعض الأحيان من غير قصد وترتيب وما يجري دائما ومرتبا فهذا لا يجوز، وأما بعض الأحيان فلا بأس بذلك إذا كان هذا العمل مشروعا. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فروى أبو بكر الخلال في كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال لأبي عبد الله: تكره أن يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم؟ قال: ما أكرهه للإخوان إذا لم يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا. نعم. إلا أن يكثروا. نعم، هذا يجري على هذا الأصل، كلام الإمام أحمد وجوابه يجري على هذا الأصل، أن الاجتماع الدعاء والتأمين على الدعاء إذا كان هذا من غير ترتيب ومداومة أنه لا بأس به، أما إذا كان عن ترتيب ومداومة وصفات خاصة فهذا لا يجوز لأنه لا دليل عليه. نعم. قال إسحاق بن راهويه كما قال، قال إسحاق بن راهويه كما قال، يعني نحو قول الإمام أحمد. نعم. وإنما معنى ألا يكثروا ألا يتخذوها عادة حتى يكثروا، هذا كلام إسحاق. معناه ألا يكثروا، أي لا يرتبوه ترتيبا معينا يعرفه الناس يتنادى إليه ويجتمعون من أجله. نعم. رحمه الله. وقال المروزي: سألت أبا عبد الله عن القوم يبيتون فيقرأ قارئ ويدعون حتى يصبحوا، قال: أرجو ألا يكون به بأس. نعم، على ما سبق، إذا صادف هذا ولم يكن ترتيبا دائما فلا بأس بذلك، فالدعاء مطلوب وتلاوة القرآن مطلوبة، فإذا صادف أن ناسا مجتمعين من غير قصد وجرى بينهم هذا الذكر أو هذه التلاوة أو فهذا أمر لا بأس به، إنما إذا كانوا يرتبونه ويقصدونه ويوقتونه بوقت أو بمكان فهذا هو المبتدع. وقال أبو السري الحربي: قال أبو عبد الله: أي شيء أحسن من أن يجتمع الناس يصلون ويذكرون ما أنعم الله عليهم كما قالت الأنصار؟
وهذا إشارة إلى ما رواه أحمد حدثنا إسماعيل أنباءنا أيوب عن محمد بن سيرين قال نبئت أن الأنصار قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قالوا لو نظرنا يوما فاجتمعنا فيه فذكرنا هذا الأمر الذي أنعم الله به علينا فقالوا يوم السبت ثم قالوا لا نجامع اليهود في يومهم قالوا فيوم الأحد قالوا لا نجامع النصارى في يومهم قالوا فيوم العروبة وكانوا يسمون العروبة فيوم العروبة وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة فاجتمعوا في بيت أبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله عنه فذبحت لهم شاة فكفتهم. هذا ما يسمى باللقاء بين المسلمين والتعارف بين المسلمين. فالصحابة قبل قدوم الرسول صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يلتقوا على المحبة وعلى الطاعة، فتذاكروا يوما يخصصونه، فذكر بعضهم يوم الجمعة يوم السبت، قالوا إنه عيد اليهود وهم يعلمون أننا منهيون عن مشابهة اليهود، وأيضا بموجب الفطرة التي فطرهم الله عليها من بغض اليهود، فتجنبوا هذا. ثم قالوا يوم الأحد، فقالوا يوم الأحد للنصارى كما يجتنب كما يجتنب يوم السبت، فهداهم الله ليوم العروبة وهو يوم الجمعة. وصادف هذا أن الله شرع هذا اليوم للمسلمين، فاختاروا ما اختاره الله سبحانه وتعالى لهم لصدق نيتهم ورغبتهم في الخير. الشاهد أن الاجتماع بين المسلمين في الجملة والتذاكر والسلام فيما بينهم هذا أمر مطلوب وخير من التفرق، ولكن لا يرتب لهذا ترتيب خاص أو يوم خاص أو مكان خاص يداوم عليه إلا بدليل من الشرع. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وقال أبو أمية الطرسوسي: سألت أحمد بن حنبل عن القوم يجتمعون ويقرأ لهم القارئ قراءة حزينة فيبكون وربما أطفأ السراج، فقال لي أحمد: إن كان يقرأ قراءة أبي موسى فلا بأس. نعم، كذلك اجتماعهم لسماع القرآن هذا أمر مطلوب، ويقرأ عليهم قارئ حسن الصوت وحسن التلاوة مثل قراءة أبي موسى التي كان يستمع إليها النبي صلى الله عليه وسلم ويثني عليها، فهذا لا بأس به. أما إذا كانوا يجتمعون لتلاوة محدثة بالألحان أو بالأنغام أو بتلاوة المبتدعة التكلفية، فهذه لا يجوز الاجتماع لها لأنها مبتدعة على هذه الصفة. نعم. وروى الخلال عن الأوزاعي أنه سئل عن القوم يجتمعون فيأمرون رجلا فيقص عليهم، قال: إذا كان ذلك يوما بعد الأيام فليس به بأس. كذلك القصص وهو ذكر الحوادث التي وقعت في السابق في الأمم، ذكر التاريخ الذي فيه عبرة للناس وموعظة للناس، هذا إذا كان على النمط الصحيح الذي فيه التذكير، كما قال تعالى لموسى عليه السلام: وذكرهم بأيام الله، هذا لا بأس به. أما إذا كان هذا يتخذ عادة وبترتيب خاص لا دليل عليه أو فيه غرائب تخرج عما يفهمه الناس، فإن الصحابة كانوا يحذرون من القصاص ومنعهم الخلفاء، والقصاص هم الذين يذكرون القصص ولأجل الترغيب والترهيب، وقد يكون فيها ما تنفر منه العقول وما لا تتصوره النفوس. فلهذا قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، تريدون أن يكذب الله ورسوله. فالقصص على نوعين: قصص يجري على كتاب الله وسنة رسوله وما ذكره الله عن الأنبياء وأتباعهم والكفرة وأتباعهم الزمان السابق
باب العبرة والعظة هذا لا بأس به. أما القصص الذي فيه الغرائب وفيه ما لا يحتاجه الناس أو فيه أحاديث مكذوبة لأجل الترغيب أو قصص مكذوبة أو خيالية فهذا أمر لا يجوز. نعم. أو بعض المحدثين يقص ما يقع له في رحلاته ومشاهده يتخذها موعظة، هذه في أي نوع تدخل؟ ورأيت تدخل للنوع الأول، إذا كان من أهل العلم ويذكر لهم ما رأى من العجائب وما عرض له من الأحوال في سفره هذا لا بأس به، إما أن يكون مباحا وإما أن يكون مستحبا لأجل الفائدة. نعم. ولذلك ألف العلماء الرحلات، العلماء الأئمة ألفوا الرحلات التي قاموا بها في البلاد، والرحلات العلمية التي رووا فيها الأحاديث عن مشايخهم في الأقطار، وكتب الرحلات معروفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقيد أحمد الاجتماع على الدعاء بما إذا لم يتخذ عادة. نعم، الاجتماع للعبادة والذكر إذا لم يتخذ عادة وترتيبا خاصا مستمرا فلا بأس به، إذا جرى بعض الأحيان وحصل فيه بعض الفوائد. نعم. وكذلك قيد إتيان الأمكنة التي فيها آثار الأنبياء. نعم، الأتيان الآثار إذا كان القصد التبرك بها أو اعتقاد أن فيها أسرارا فهذا أمر لا يجوز، وهذا من فعل اليهود والنصارى مع آثار أنبيائهم. فالتعلق بالآثار من باب التبرك ومن باب التدين والتأثر بها هذا أمر لا يجوز، أما إذا كان من أجل الاطلاع فقط المرور بها من أجل الاطلاع فلا بأس بذلك، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فتلك بيوتهم خاوية لم تسكن من بعدهم تلك بيوتهم خاوية بما كانوا يعملون. فالحاصل أن المرور على الآثار من أجل الاعتبار والاتعاظ لا بأس به، أما المرور بها من أجل التأثر بها والتبرك بها أو دعاء أصحابها أو الاستغاثة بهم فهذا شرك أو وسيلة إلى الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال سندي الخواتيمي: سألنا أبا عبد الله عن الرجل يأتي هذه المشاهد ويذهب إليها، ترى ذلك؟ قال: أما على حديث ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته حتى يتخذ ذلك مصلى، وعلى ما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما يتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأثره، فليس بذلك بأس أن يأتي الرجل المشاهد، إلا أن الناس قد أفرطوا في هذا جدا وأكثروا فيه. نعم، ابن عمر كان يتتبع الأمكنة التي جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أو نزل فيها من باب الاتباع لا من باب التبرك، من باب الاتباع والمحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا من أجل الاتباع فله وجه، وإن كنا لا نشجع على هذا، ولهذا لم يوافق ابن عمر رضي الله عنه، لم يوافقه من هو أفضل منه وهو أبوه رضي الله عنه عمر بن الخطاب، وقد قطع الشجرة التي يذهب إليها الناس وهي شجرة بيعة الرضوان، قطعها لما خشي على الناس أن يتبركوا بها. فإذا كان ارتياد هذه الأماكن لأجل التبرك بها أو الاستغاثة بأصحابها كما حصل للأمم السابقة فهذا أمر محسوم ومقطوع ولا يجوز، ويجب القضاء عليه. أما إذا كان النظر فيها لأجل الاعتبار والاتعاظ فقط من غير تبرك بها أو اعتقاد بها فهذا له وجه، لكن لا يتخذ هذا يرتب وتعد هذه الأمكنة و
يجعل لها حراسة ويجعل لها مظاهر، هذا لا يجوز، لأن هذا يؤول إلى تعظيمها والاعتقاد فيها. تترك كما هي، فإذا ذهبت وتلاشت تترك ولا تبعث، لكن ما بقي لها شيء من الآثار فإنه يترك على أنه من باب الاعتبار والاتعاظ بها فقط، لا من باب التبرك وطلب أصحابها والاستغاثة بهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك نقل عنه أحمد بن القاسم ولفظه: سئل عن الرجل يأتي هذه المشاهد التي بالمدينة وغيرها يذهب إليها، فقال: أما على حديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه فيصلي في بيته حتى يتخذه مسجدا، وعلى ما كان يفعله ابن عمر يتبع مواضيع سير النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، حتى رؤي يصب في موضع ماء فسئل عن ذلك فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب هاهنا ماء. قال: أما على هذا فلا بأس. هذا من باب الاتباع لا من باب التبرك. قال: ورخص مع أنه فيه نظر وخالف ابن عمر غيره. نعم، مع أنه فيه نظر وخالف ابن عمر من خالف ممن هو أفضل منه وأكبر، فلم يفعلوا هذا. نعم، السلام عليكم. فسئل عن ذلك قال: ورخص فيه، ثم قال: ولكن قد أفرط الناس جدا وأكثر في هذا المعنى، فذكر قبر الحسين وما يفعل الناس عنده. نعم، انقلبوا إلى الضد، وهو التعلق بهذه الأماكن، تبرك بها والاستغاثة بأصحابها، اتخاذها مساجد وآثارا يحج إليها ويسافر إليها، فهذا هو المحذور الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تتخذوا القبور مساجد. نعم. فإني أنهاكم عن ذلك، ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، يعني تصلوا فيها حتى ولو لم يبنى عليها. الذي يذهب إلى بقعة كان يصلي صلى فيها نبي أو ولي يصلي فيها تبركا بذلك المكان، أو أن هذا المكان له فضيلة دون غيره، هذا من البدعة ومن وسائل الشرك. أما كون بعض الصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان من بيوتهم لأجل أن يصلوا في هذا المكان، فهذا لا يدخل في هذا، هذا من الاقتداء والاتباع لا من التبرك. هم لا يتبركون بهذا المكان ويستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما من اتباعه صلى الله عليه وسلم يصلون في هذا المكان. نعم، أشرتم الشيخ عند قولك ابن عمر على فضله وعلمه أن هناك من خالفه ومن هو أكبر ومن هو أفضل وأعلم. نعم، وإذا كان هذا مثل ابن عمر فحبذا تقول كلمة شيخ لبعض الناس يتلقى أنه قال فلان من المشايخ أو من العلماء المتقدمين، وأنه نعم. يجب أن يحظ أن هناك من هو أفضل وأعلم خالف هذا. نعم، معلوم أنه يعني من يقول هذا أن هذا الفعل مشروع لأنه فعله فلان أو قاله فلان وله فضل وله علم، نقول الفضل والعلم لا يدل على التشريع، لا يدل على التشريع. العالم محجوج، ولو كان من أكبر العلماء فهو محجوج بالسنة. نعم، فما كان معه من سنة فعلى الرأس والعين، وما كان ليس عليه سنة فإنه متروك ومرفوض. ما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فنحن نتعلق بما ثبت عن الله ورسوله، لا نتعلق بالآثار والتراب والخراب والأطلال وما أشبه ذلك. الآن ضللوا الحجاج المساكين. نعم. الذين يأتون من مكان بعيد وبجهود على أجسامهم وأموالهم يضيعون عليهم العبادة في مكة والمدينة، فيصرفونهم عن الصلاة في المسجدين، صلاة في المسجد الحرام عن 100,000 صلاة، صلاة في المسجد النبوي عن 1,000 صلاة، يصرفونهم عن ذلك إلى الذهاب إلى الآثار وضياع الوقت والليل والنهار فيها وهم كبار السن وعجزة ومرضى، وينفقون أموالهم وهم في معصية الله. اذهب إلى غار حراء في رأس الجبل الذي يأخذ الإنسان في رقيه يوما كاملا لا يصل إلى قمته، اذهب إلى غار ثور، اذهب إلى المساجد السبعة، اذهب إلى مسجد الفتح، إلى وهكذا يضيعون أوقات المسلمين الذين جاءوا للعبادة، يضيعونها في البدعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، بهذا الخاتم والتنويه من شيخنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، مع صاحب فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وجعله حجة لنا لا علينا. هذه في الختام تحية مهندس الصوت أخي عبد الله السلولي، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، آمل يتجدد اللقاء وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.